الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 28 من ذي القعدة لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 10 من الشهر 8 لعام 18 و2000، وقد وقفنا الحديث 33. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، الحديث 33 عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. الله أكبر. ذكرنا بالدرس الأمس يا جراح أن السين والتاء ماذا تفيد؟ الطلب. فإذا ومن يستعفف يعني من يطلب العفاف، ومن يستغني يطلب الغنى، لأن السين والتاء للطلب. استغفار طلب المغفرة، استرحام طلب الرحمة، استسقاء طلب السقيا، استرقاء طلب الرقية، استعفاء طلب العفو. يستعفف يعني يطلب العفاف، ومن يستغني يطلب الغنى. لما تقول نستعين الله يعني نطلب منه العون. وهنا المراد بالاستعفاف يعني يتعفف عما في أيدي الناس، ليس المراد الاستعفاف يعني العفة في العرض، وإنما يستعفف يعني يطلب العفاف والستر من ما في أيدي الناس وحاجة الناس. فإذا استغنى بالله عز وجل وطلب الإعفاف من الله عز وجل متوكع على الله واثقا بالله، فإن الله عز وجل يعفه ويغنيه. إذا هذا كان إذا هذا هو المنطوق، فالمفهوم أن من لم يستعفف لا يعفه الله، ويكله إلى نفسه وإلى الناس الذين يعرض وجهه لهم. ومن يستغني يغنيه الله، يطلب الغنى من الله عز وجل واثقا بالله عز وجل بأن الله هو الغني الحميد الذي بيده ملكوت كل شيء، الرزاق ذو القوة المتين، فيطلب الغنى من الله عز وجل. وهذا لا ينافي أن يبذل الأسباب، يبذل أسباب لكي يسترزق، ولكن الأسباب يجب أن تكون مشروعة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن لا يعتمد عليها، وإنما هي مجرد أسباب، أما الاعتماد والتوكل والثقة هي بالله عز وجل وحده وعلى الله وحده. ومن يتصبر يصبره الله، يعني يتصبر يحمل نفسه على الصبر. الصبر عدم الجزع، يصبر بقلبه فلا يجزع، ويصبر بلسانه فلا يتكلم بالباطل ولا بالويل ولا يشتم ولا يلعن ولا يسب الدهر ولا يسب الساعة ولا يعترض على أمر الله، ويصبر أيضا بجوارحه فلا يلطم ولا يشق جيبا ولا يخمش وجها ولا يحثو ترابا على رأسه كما يفعله الجزع، وإنما يترك ذلك كله تصبرا. فإذا صبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لا إله إلا الله، الصبر أمره عظيم جدا. حتى دخول جنة، دخول جنة يدخل جنة إنسان إيش؟ بالصبر. قال: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فالصبر هو خير كله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بالضياء؟ لأن الضياء حار شديد الحرارة وكثير المنافع، وكذا الصبر شديد وقاسع الإنسان حتى يصبر، لكن منافعه كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. فلذلك الصابر يعطيه الله أجرا
لا يعلمه إلا الله. فقال جل وعلا: إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب. والصبر يكون على المقدور، يعني الأقدار المؤلمة التي يبتلى الله بها العبد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا اسمه صبر على المقدور، وصبر على المأمور بتنفيذه وامتثاله. فيصبر الإنسان على إقام الصلاة، يصبر المسلم أيضا على إسباغ الوضوء على المكاره، يصبر المسلم على الحر على البرد طاعة لله في الوضوء في الذهاب المسجد في الظهيرة، واضح؟ يصبر على مشقة الحج والعمرة، يصبر على مشقة إخراج المال للزكاة، لأن المال خاصة اللي يحب المال وفيه خلق البخل، كون يخرجه زكاة أو صدقة يمكن كما يقال المال عديل الروح، يعني شيء صعب أن يخرجه، مع ذلك يخرجه طاعة لله. يحتاج صبر ولا لا؟ يحتاج صبر، ويحب المال متمسك به، وقد يكون أتعبه الأمر حتى جمعه فكيف ينفقه. قال جل وعلا: وآتى المال على حبه، مع حب للمال، مسكينا ويتيما وأسيرا، والآن يأتي المال وهو يحب المال. وصبر عن المحظور، صبر عن المعاصي، فالإنسان يحب الشهوات، قد يكون يحب الأموال ولا بالربا، يحب الرشوة، يحب المنصب، يحب مثلا الوجاهة، يحب الفواحش، يحب الخمور، يحب المعاكسات، لكن مع ذلك ويمنع نفسه صبرا عن المحظور. فصار الصبر الآن كم نوع؟ صبر على المقدور، أقدار الله المؤلمة التي يبتلى بها الإنسان، وصبر على المأمور في امتثاله، وصبر عن المحظور في اجتنابه. الذي يتصبر، سمعت يتصبر؟ يعني يحمل نفسه ويعودها على الصبر، فيجازي الله إيش بما قال؟ يصبره الله، يرزقه الصبر. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل البشر كل الناس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بعض العلم: أخر الله ذكر الصبر لأن كل ما تقدم لا يتحقق إلا مع الصبر. الإيمان يحتاج صبر، الإيمان يحتاج صبر حتى المؤمن يؤمن إيمانا كاملا راسخا يقينا صادقا. يحتاج تأتي الشكوك، شياطين الإنس شياطين الجن، عنده شبهات، قد يكون له ديانة سابقة، قد يكون له مذهب سائر في بلده في أسرته، يحتاج إلى صبر حتى يتحقق من الإيمان. قال: وعمل الصالحات، العمل يحتاج صبر، من وضوء من صلاة من جهاد من بر والدين، من صبر على تربية الأولاد، صبر على عصيان الزوجة، صبر على أذى الجار، أشياء كثيرة تحتاج صبر، الأعمال تحتاج صبر. حتى المسلم يصبر على نفسه في حمله على أخلاق الحسنة، قد يكون غضوبا يحتاج صبر حتى يحلم، قد يكون بخيلا يحتاج صبر حتى تتكرم نفسه، قد يكون عجولا يحتاج صبر حتى يتريث، قد يكون كثير الكلام يحتاج صبر حتى يتمرن كيف يمسك لسانه، قد يكون فيه كبر يحتاج الصبر حتى يهذب نفسه. يعني ما في شيء لا يفتقر إلى الصبر، الإيمان والعمل الصالح وتواصوا بالحق، يعني الدعوة إلى الله، وهذا يحتاج صبر عظيم. تقدم معنا أن الله عز وجل يقول ماذا؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ماذا قال؟ قال: واصبر على ما أصابك، الدعوة الأمر بالمعروف نهى عن المنكر النصيحة التعليم التذكير الناس، كله يحتاج صبر. فلما كان الأمر كله يفتقر إلى الصبر افتقارا تاما، الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق، جاء ختام ذلك فقال: وتواصوا بالصبر، أي وصى بعضهم بعضا بالصبر، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أي إنسان نجح في حياته سواء في أمر ديني أو دنيوي، ديني كيف يعني؟ يعني حفظ القرآن، حافظ على الصلاة، ظفر ببر والديه، تخلق بالأخلاق الحسنة، حافظ على استقامته وأخلاقه، على تطبيق السنة، على تحقيقها، تتوقع أنه صبر ولا ما صبر؟ ها؟
ها صبر ولا ما صبر؟ صبر. ولا كان كم إنسان يتوجه إلى الله بالتوبة بالعمل الصالح وإلا به يتراجع؟ قليل اللي يثبت ويستمر. ما الذي أعانه على الصبر والثبات بعد الله عز وجل؟ الصبر. الصبر. ما نجح إنسان في طب، في هندسة، في تكنولوجيا، في اكتشاف، في فضاء إلا وصبروا، جربوا تجارب كثيرة وصبروا وفشلوا وأخطأوا وعادوا عيد التجربة من جديد وعيد وعيد وعيد. لا من ما يظفر أحد إلا بالصبر. فذاك وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. واضح؟ وكانت الأمم السابقة إذا أكره أحدهم على الكفر وجب عليه أن يصبر على الإيمان ولو قتل. ما عندهم إيش؟ ما خف على هذه الأمة بأن الله رفع عنها ما استكره عليه، صح؟ قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا أكره الإنسان على كلمة الكفر تحت التعذيب تحت التهديد وقال كلمة الكفر وهو يتقي تقاه، ما يؤمن بها الكلمة ولا يعتقدها، وإنما قالها على أثر التعذيب والتهديد، ما يؤاخذ الله عز وجل. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الأمم السابقة لا، كان إذا أكره الإنسان على الكفر إما يكفر وإما يقتل على إيمانه. إنهم يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، واحدة من ثنتين، إما ترجمون أو ترجعون إلى ملتهم، تكفر أصحاب الكهف. ها، وأصحاب الأخدود أحرقوا بالنار، من لم يرجع عن دينه يقذف في النار، فكان أحدهم يصبر حتى يقذف في النار ولا يرجع عن دينه. فخفف الله عن هذه الأمة، أمة المرحومة هذه، أن الإنسان إذا أكره على الشيء فإنه مرفوع عنه القلم. لكن انظروا كيف أن لابد من الصبر على الإيمان، على العمل الصالح، على الدعوة لله عز وجل، على تربية الأبناء، تربية النفس، على بر الوالدين. قد يبتلى الإنسان بوالدين كفار مشركون يدعون إلى الشرك، يجاهدون على الشرك، أهل بدع، أهل معاصي. قد يبتلى الإنسان بأب صاحب معاصي، صاحب إدمان المخدرات، المسكرات، تارك للصلاة، سيء الخلق، يشتم ويلعن، هذا كله وارد. يحتاج إلى صبر ولا صبر؟ فقد يبتلى الإنسان بابن أو بنت عندهم الأخلاق السيئة، ولا عندهم مثلا كفر ولا إلحاد. في ناس يبتلهم ابن يلحد أو سارق أو يأخذ ديون كثيرة وتراكم، داخل سجن طالع من سجن، رافع قضية مدخلين قضية، يبتلى الإنسان. فلا بد من الصبر. اللي ما يصبر ما يصنع شيئا، ما ينجح لا في دين ولا في دنيا إذا ما صبر. فذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: نعم، هذا الحديث اشتمل على أربع جمل جامعة نافعة، إحداها قوله: ومن يستعفف يعفه الله، والثانية قوله: ومن يستغني يغنه الله، وهاتان الجملتان متلازمتان، فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة وتعلقا به دون المخلوقين، فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال ويعمل كل سبب يوصله إلى ذلك، حتى يكون عبدا لله حقا حرا من رق المخلوقين، وذلك أن يجاهد نفسه على أمرين: انصرافها عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما في أيديهم فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل. مشرف يعني تعرض نفسك، أنت تريد أن يروك حتى يعطونك، أو تسأل أنت تقول أعطوني، أنت ما عرضت نفسك ولا سألت، فأعطيه، أعطيت هذا المال خذه. في هذه الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخذه، وما لا ما أتاك من غير مسألة ولا تشرف نفس، قال: فلا تتبعه نفسك. وفي حديث: أتاك مال من ذي سلطان فخذه وتمول منه وتصدق منه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا استحضر موقف حدثنا فيه الشيخ عبد العزيز الوهيبي رحمه الله تعالى، توفي رحمة الله عليه، هذه فرصة ندعو له بالرحمة رحمة الله عليه.
يحدثنا بنفسه عن الشيخ بن باز رحمة الله عليه أنه جاءت هدية من الملك فهد رحمة الله عليه 10 ملايين ريال شيك. قال الشيخ هذا من الملك 10 ملايين. قال الشيخ بن باز قال إذا أتاك مال من ذي سلطان فخذه، جزاه الله خير جزاه الله خير. أخذ استلم الشيك 10 ملايين. قال ما أقول ما حال على الحول، ما أكمل شهر واحد إلا والشيخ أنفق العشر ملايين كلها قسمها في شهر واحد، فرحمه الله تعالى. الشاهد أن الإنسان ما طلب وله استشرف، يعني أخذ يعرض نفسه ها وأعطي، قال خذه. ولاحظ لا تترفع عن الأخذ، النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل بشر كان يقبل الهدية ويقبل الدعوة، حتى دعته امرأة يهودية وسممت الشاة له استجاب له وهي يهودية لا هي على ملته ولا هي على دينه، من تواضعه صلى الله عليه وسلم. لأن اللي يرد الناس بعد هذا ما هو طيب، بل غالبا الذي يرد الناس هو نفسه يستثقل يعطي الناس، تعطي شيء يسير لا 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 لا, لا, لا اسمح لي لا 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 ايش دعوة احنا بخير يا اخي تفضل خذ هذه هدية ولا تفضل كل ولا. ناس تبالغ مبالغة هذه، يعني تشعرك انك انت يا مترفع يا انك انت يعني كان ما تدخل حتى السرور على اخيك. يعني انا مره حصل لي موقف، دخلت فرع جمعيه واللي قدامي انقصت عنده فلوس بس ما 10 دينار 20 دينار باقي 100 فلس، قلت انا خلاص انا ادفع. قال لا 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 لا, لا, لا شوي بغى يطلق زوجته بغى حرام ايش دام 100 فلس. يعني لو الموقف معي دفعت عني دينار اقول لك جزاك الله خير، في شيء يا اخي انما المؤمن اخوة، ما راح تفقرني ولا حقني ولا راح نحط اشهر فيك ان اعطيتك 100 فلس موقف مثل هذا. فالمقصود ان بعض الناس قد ايش يبالغ في عدم الاخذ. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياخذ وكان يامر بذلك وكان يعطي، والذي لا يعطي يعني معناه الذي لا ياخذ معناه يستثقل انه يعطي، بالعكس يعني إذا كان الأخوة قد بلغت مبلغا ممكن إنسان يمد يده في جيب أخي ويأخذ، لكن اللي يشعر بتكلف زائد ما يأخذ شيء معناه إيش؟ هو يتكلف أن يدفع شيء. واضح؟ بعض الناس ممكن يقول يعني لا 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 تجيب وقت غدا وقت عشاء لا 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 طيب وإذا وقت عشاء خليه حط عشاء شوف يأخذ أجر ها؟ لو جئت وقت عشاء وضع لي عشاء شنو المشكلة؟ لا أجر ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من يطعم الطعام، ويطعم الطعام هل الفقراء ولا مطلقا؟ ها؟ مطلقا. مثل ذلك إذا من فطر صائما، مو ولا تفطر فقراء، لو فطرت واحد أغنى منك انطبق عليك حديث. وإكرام الضيف من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، المهم يكون عمل لله. فلو جئت شخص في وقت طعام ووضع لي طعام ايش المشكله؟ وهو بعد زال الخير خليتين وقت طعام وحط له طعام ما في مشكله. فالمفروض هكذا يكون، يعني انما المؤمن اخوه، ما يتكلف الانسان ولا يبالغ بعدم الاخذ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ما اتاك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل هو اتاك فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. نعم. فقطع الاشراف في القلب والسؤال باللسان تعففا وترفعا عن منن الخلق وعن تعلق القلب بهم سبب قوي لحصول العفة. طيب وإذا أعطاك إنسان ماذا تفعل؟ خذ، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، بإمكانك تكافئه، فإن لم تجد ما تكافئه فيه قد يكون هو رجل غني أغنى منك أضعاف مضاعفة، قال فادعوا الله له. وكثير من الناس ما يريد شيء، لكن انتبه لا تعطي أحد شيئا وتقول عاد ها اشكرني، هذا ما يجوز. وأشد من ذلك أن يمن عليه يقول أعطيتك نسينا ما كلينا، كم مرة ندافع عنك كم مرة نعطيك كم مرة، هذا غلط غلط كبير. هذا منان من الثلاثة الذين لا يكلم الله ولا يزكيهم ولا ينظر لهم يوم القيامة. لا يجوز الإنسان يعطي ويمن. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ما يجوز التعيير بهذه الطريقة. أعطاك إنسان أعطيه كما أعطاك، تهادوا تحابوا، خذ وأعطي. نعم.
وتمام ذلك أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني وهو الاستغناء بالله والثقة بكفايته، فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا هو المقصود والأول وسيلة إلى هذا. فإن من استعف عما في أيدي الناس وعما يناله منهم أوجب له ذلك أن يقوى تعلقه بالله ورجاؤه وطمعه في فضل الله وإحسانه، ويحسن ظنه وثقته بربه. والله تعالى عند حسن ظن عبده به إن ظن خيرا فله، وإن ظن غيره فله، وكل واحد من الأمرين يمد الآخر فيقويه، فكلما قوي تعلقه بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فجمع الخير كله في هذا الدعاء. فالهدى هو العلم النافع، والتقى هو العمل الصالح. هذا عندما اقترن الهدى والتقى حمل على الهدى العلم النافع والتقى العمل الصالح. نعم. وترك المحرمات كلها، وهذا صلاح الدين، وتمام ذلك بصلاح القلب وطمأنينته بالعفاف عن الخلق والغنى بالله. ومن كان غنيا بالله فهو الغني حقا، وإن قلت حواصله. فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب. وبالعفاف والغنى تتم للعبد الحياة الطيبة والنعيم الدنيوي والقناعة بما آتاه الله. صحيح. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغني أو الغنى غنى القلب. لو كان إنسان يعني عنده أموال كثيرة، وقد يكون يرى الفقر بين عينيه، وإنسان آخر متواضع، آكل شارب ومستور، يجد كأنه إيش قد ظفر بالدنيا وما فيها. المدار الأمر على القلب. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لكن من تشعبت به الهموم، تشعبت الهموم، فيجعل الله فقره بين عينيه. كيف بين عينيه؟ يعني دائما شايف الفقر لأنه تشعبت الهموم. أما من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هما المعاد كفاه الله سائر الهموم. ومن تشعبت به الهموم جعل الله فقره بين عينيه، ولم يبال الله عز وجل في أي واد هلك، ما يبال الله به لأنه تشعبت به الهموم. أما من جعل الهم هم الآخرة فما أتى من هذا الدنيا، فما هو إلا مؤقت يمضي. الدنيا دار ممر ليست دار مقر. نعم. الثالثة قوله: ومن يتصبر يصبره الله. ثم ذكر في الجملة الرابعة أن الصبر إذا أعطاه الله العبد فهو أفضل العطاء وأوسعه وأعظمه إعانة على الأمور. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على أموركم كلها. نعم. والصبر نفسها الصلاة نفسها تحتاج إلى صبر. واستعينوا بالصبر والصلاة تحتاج إلى صبر. وقد ذكر الله عز وجل أحد الأنبياء إسماعيل عليه السلام قال إيش: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ها، يعني تأمر أهلك بالصلاة وتصبر، صبر نفسك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. صابروا يعني صبر بعضكم بعضا، فلا تيأس من دعوة ابنك أو ابنتك أو زوجتك أو أخك أو دعوة أخيك إلى الصلاة. تحتاج صبر، وأنت أيضا تحتاج صبر حتى تقيم الصلاة. الصلاة تحتاج صبر، لها أوقات، لها شروط، قد تقوم من نومك، قد تقوم من دفئك، قد تقوم في الحر، الشمس الحرارة مرتفعة 50 وتروح صلاة الظهر، أو الفجر والليل قصير في الصيف ويستيقظ ويذهب. لماذا؟ لأنه عود نفسه على الصبر حتى خفت عليه الصلاة. نعم. والصبر كسائر الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة للنفس وتمرينها، فلهذا قال: ومن يتصبر، أي يجاهد نفسه على الصبر يصبره الله ويعينه. وإنما كان الصبر أعظم العطايا، لأنه يتعلق بجميع أمور العبد وكمالاته، وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر، فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله حتى يقوم بها ويؤديها،
وإلى صبر عن معصية الله حتى يتركها لله، وإلى صبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، بل إلى صبر على نعم الله ومحبوبات النفس فلا يدع النفس تمرح وتفرح الفرح المذموم، بل يشتغل بشكر الله، فهو في كل أحواله يحتاج إلى الصبر، وبالصبر ينال الفلاح. ولهذا ذكر الله أهل الجنة فقال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا فهم ينالوا. والآية ذكرناها: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. نعم. فهم نالوا الجنة بنعيمها وأدركوا المنازل العالية بالصبر، ولكن العبد يسأل الله العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته. يعني ما يسأل الله البلاء، ما يقول اللهم ابتليني حتى أصبر حتى أنال الأجر، لا، وإنما يسأل الله العافية. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتم فاصبروا. فما يتمنى الإنسان، لأنه قد لا يصبر، صح؟ قد لا يصبر، فيسأل الله العافية والعفو والعافية، ما يسأل الله أن يبتليه حتى يصبر. نعم. ثم إذا ورد عليه فوظيفته الصبر، فالعافية هي المطلوبة بالأصالة في أمور الابتلاء والامتحان، والصبر يؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاته، والله هو المعين. طيب، لما قال الصبر على طاعة الله حتى يقوم بها ويؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله، إيش عبرنا عن هذا؟ صبر على طاعة الله، قلنا صبر عن على المأمور، وصبر عن المعصية صبر عن المحظور، وعلى أقدار الله المؤلمة صبر على المقدور. يعني هذا العلم يأتون بعبارة مثل هذا حتى يسهل حفظها. صبر على المقدور ما قدر الله وابتلاك به، صبر على المأمور يعني الطاعات التي أمرنا بها، وصبر عن المحظور يعني صبر عن المعاصي. نعم. وقد وعد الله الصابرين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أمورا عالية جليلة، وعدهم بالإعانة في كل أمورهم، وأنه معهم بالعناية والتوفيق والتسديد، وأنه يحبهم ويثبت قلوبهم وأقدامهم، ويلقي عليهم السكينة والطمأنينة، ويسهل لهم الطاعات، ويحفظهم من المخالفات، ويتفضل عليهم بالصلوات والرحمة والهداية عند المصيبات، والله يرفعهم إلى أعلى المقامات في الدنيا والآخرة، ووعدهم النصر، وأن ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ووعدهم بالسعادة والفلاح والنجاح، وأن يوفيهم أجرهم بغير حساب، وأن يخلف عليهم في الدنيا أكثر مما أخذ منهم من محبوباتهم وأحسن، وأن يعوضهم عن وقوع المكروهات عوضا عاجلا يقابل أضعاف أضعاف ما وقع عليهم من كريهة ومصيبة، وهو في ابتدائه صعب شديد، وفي انتهائه سهل حميد العواقب، كما قيل: والصبر مثل اسمه مر مذاقه مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. لكن عواقبه أحلى من العسل. الحديث فهمت هذا هذا البيت. يقول: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر خلق الصبر مثل اسمه، في مادة مرة شديدة المرارة اسمها الصبر، تباع عند الحواجين، ها، هذه مادة مرة شديدة المرارة. فالشاعر يقول: الصبر خلق الصبر مثل اسم المادة المرة، الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه، عواقب خلق الصبر، أحلى من العسل. واضح؟ واضح؟ في مادة اسم الصبر، هاي تباع عند الحواج، يأخذونها يضعونها على أصبع الطفل، إذا كان الطفل مبتلى إيش يمص أصبعه، في بعض الأطفال يمص أصبعه من يعوج أصبعه، بعضهم يكبر وما زال، فماذا يفعلون؟ يضعوا ليش مادة الصبر على الأصبع، فكل ما وجد المرارة يكره هذا، بعدين يترك مص الأصبع. واضح؟ هذا في أحد الأخوة يعني ولده صغير، حين ولده ما شاء الله كبير عند عيال، فوضع له مادة الصبر هذه، يقول: حط، ننتظر ننتظر، راح مكمل مرة، شو
يقول يوم خلص سنة يقول بابا حط لي بعد شوي ما نفع ما نجح ويا. فهالشاعر يقول إيش؟ الصبر مثل اسمه ها مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وكان من دعاء المأثور اللهم اجعلني شاكرا واجعلني صابرا. لكن المحظور ماذا؟ لا تسأل الله البلاء. ها بعض الناس يسأل الله البلاء والعياذ بالله، لا أسأل الله العافية. تفضل استمر. الحديث الرابع بعد الثلاثين. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. الله أكبر. صلى الله على نبينا محمد الذي أوتي جوامع الكلم. شوف هذه ثلاث جمل لكن سبحان الله عظيم كيف تلفظ بهذه الكلمات صلوات ربي وسلامه عليه. فقال ما نقصت صدقة من مال. صدقة ما تنقص المال. في حديث ضعيف ما يصح، قال بل تزيده بل تزيده، لا ما يصح. لكن الصدقة تطلق وراد بها صدقة التطوع وتطلق على الزكاة الفريضة تسمى صدقة، كما في قوله تعالى إنما الصدقات الفقراء المساكين، مرت معنا في درس مضى صدقات عن الزكوات. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما أرسل اليمن اعلمنا الله افترض عليهم صدقة، شوف افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم وترد في فقرائهم. الصدقة تطلق على ماذا وماذا؟ على صدقة التطوع، تطوع على زكاة الفريضة. هذه لو الزكاة اسمها زكاة يعني اشتقت من اسم ايش؟ من الزكاة من زكاة الزرع يعني زاد. فالزكاة تزيد لأن فيها تجعل ايش؟ بركة في المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالمال الذي يزكى والمال الذي يتصدق من يجعل الله فيه بركة. قد يبخل الإنسان فيبتلى بأمراض، يبتلى بمصائب، ينفق مال هذا كله. كثير من الناس يأخذ مال بالحرام ربما انفقه على علاج ولا انفقه على بلاء أصيب به بعض أولاده. هذا حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فقد يحترق الإنسان بهذا المال في دنيا قبل آخرته، يأخذ مال الناس بالباطل. لكن الذي يتصدق يكسب طيبا وينفق طيبا، والله لا يقبل إلا إيش؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالذي يكسب مال طيب وينفق مال طيب هذا شيء عظيم يربيه الله. المال هذا يربيه الصدقة يربيه الله عز وجل. كيف ينقص؟ لن ينقص أبدا. بل قال الله عز وجل يمحق الله ربا ها ويربي الصدقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يربي الصدقة حتى تكون التمرة كما يربي أحدكم فلوة، يعني المهر الصغير الذي جرت العادة العناية بها، كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون التمرة كالجبل. يعني ما ظنكم بصدقة يربيها الله أحسن تربية وأحسن عناية رب العالمين؟ بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير. لما يتصدق الإنسان من كسب طيب تقع بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير، وربيها الله عز وجل. وقد ذكرت لكم مثالا هكذا من بنات أفكاري، أن واحد له رصيدان، رصيد رقم واحد ورصيد رقم اثنين، فلو سحب رصيد رقم واحد وأودعه في رقم اثنين هل نقص رصيده؟ ها نقص رصيده؟ ما نقص. فأنت لما تنفق هذه الصدقة إنما تضعها من أين إلى أين؟ من رصيدك الدنيوي في رصيدك الأخروي. صدقة شأنه عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، يعني دليل على إيمان العبد، لأنه ينفق ما يستلم شيء. الصدقة من ماذا؟ من عقود ماذا؟ عقود التبرعات، ما هي عقود معاوضات. البيع معاوضات، تدفع شيء تستلم شيء، لكن الصدقة تدفع ما تستلم. لكن عندك اعتقاد وإيمان بأن هذا الذي دفعته ستأخذ أضعافه يوم القيامة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، دليل على إيمان العبد ويقينه بالله وثقته بأن سيلقى الله ويعطيه الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. قال ما نقصت صدقة من مال، أي والله. قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يأتي الشيطان أحدكم
ويقول له إن عفوت معناك خايف، إن عفوت معناك جبان، أنت تخشى لا تعفو فيؤدبك مرة أخرى، يعني يصدك عن العفو. الله عز من أسماء الحسنى العفو. الحديث اللهم أنك عفو ها تحب العفو، الله يحب العفو من عباده ولا يحب العفو من نفسه؟ هذا وهذا، يحب العفو من نفسه لأنه متصف بذلك وصفات الله كلها كمال، ويحب العفو من عباده أن يعفو. نعم، لأن الجزاء من جنس العمل. ألا تحبوا أن يعفو الله عنكم؟ الذي يعفو يعفو الله عنه. لكن الشيطان يصد ابن آدم عن العمل الصالح، عن الخير، يقول لا تعفو، على إشكال ما يصلح معهم عفو. صحيح العفو لابد له من ماذا؟ من إحسان. لأن الله جل وعلا ماذا يقول؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال إذا كان عفو فيه فساد لا. كيف؟ قال مثل واحد يضرب أو يظلم، فلو عفونا عنه زاد ظلمه زاد قتله، وقتل واحد وعفو عنه، قتل الثاني عفو عنه عفو عنه، قتل ثالث، هذا ما يستحق العفو، كل ما عفو عنه زاد ظلمه فلا يعفو عنه. نعم، يعني الإنسان قد يعفو مرتين ثلاث أربع، كل هذا داخل في هذه الدعوة أن تعفو حتى يعفو الله عنك. ولكن إذا كان مع العفو فساد لا، الأولى عدم العفو، لأن هذا المدخل يأتي على كثير من الناس يحرمهم الخير، يبادر الشيطان يقول لا أما هذا ما يستاهل العفو. والغريب في بعض الناس أنه إذا سئل العفو قال كيف أعفو عنه وقد فعل وفعل وفعل وفعل. أنت مو لأنه فعل وفعل وفعل قلنا لك أعفو عنه، هل يعفى عن من لم يفعل شيئا؟ ها ما يعفى عنه أصلا. العفو أين مجاله؟ مع المحسنين ولا مع المسيئين؟ مع المسيئين. المحسن تحسن إليه مش تعفو عنه. احنا ندري أنه فعل وفعل وفعل واخطأ وبدأ وطول لسانه وشتم ولا ضرب. العفو أصلا في حق المسيئين. فبعض الناس لا كيف أعفو عنه وقد فعل وقد فعل، لأنه فعل وفعل قلنا لك أعفو عنه. لو أحسن إليك ما نقول لك أعفو عنه، لو لم يحسن إليك ولم يسيء إليك، واحد ماشي بطريقة نقولك عفو عنه؟ تعفو على ماذا أصلا؟ ما في مناسبة. فالعفو يعني في حق المسيئين. فإذا عفى المسلم عن أخيه المسلم فإن الجزاء من جنس العمل، يعفو الله عنه، قال جل وعلا والعافين عن الناس. لكن هنا في زيادة، يعفو الله عنك ويزيدك عزا، لا كما يظن بعض الناس مما يمليه الشيطان أنه إذا عفى فإنها دليل على ذله ولا دليل على وضعه. لا، قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وكلما كانت الإساءة في حق أشد كان العفو هنا أصعب وأجره أعظم، ولا لا؟ وانظر إلى نموذجين اثنين أحدهما أعجب بالآخر. الأول يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام ابن من؟ ابن يعقوب عليه السلام. ابن من؟ ابن إسحاق عليه السلام. ابن من؟ ابن إبراهيم. يعني شوف السلالة. إحنا بعض الناس ربما يفتخر بآبائي وأجداد، أنا فلان ابن فلان فلان وفلان، أبوه يمكن ما يصلي، جدة قاتل أربعة خمسة، أبو جدة ما يعرف الوضوء ويفتخر فيهم. صح، في ناس هكذا يعني يظن شجاعة أن جدة كان مجرما، لا قتل المسلم الأمر الهين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سئل من خير الناس، أو قال قيل له من أكرم الناس، من أكرم الناس يا رسول الله؟ فقال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. شوف السلالة، هذا أربعة اختارهم الله اصطفاهم بين البشر، الخالق جل وعلا ألا يعلم من خلق؟ جواب بلى يعلم. فما اصطفى إلا خيرة البشر، فاصطفى الله عز وجل إبراهيم، اصطفى من ذريته إسحاق ويعقوب ويوسف، تربية شيء عظيم. هذا الرجل الكريم يوسف عليه السلام ابتلي بلاء عظيم وأسيء إليه أساءة كبرى من قبل من؟ إخوته، حسدوه
منعوه من والديه. ألقوه في غيابة الجب ليهلك، مش يعني ليهلك حتى ينتهي. تصور غيابة الجب هذا إيش فيه؟ من ظلام، من هوام، من حيات، ما ألقوه حتى يهلك، ما أدري كم بقي، إيش حاله وهو في هذا المكان ما يعلم فيه إلا الله عز وجل. تعرض لسيارة مرة أخذوه باعوه بثمن بخس، اشتروه بثمن بخس دراهم معدودة. لما؟ ما له رأس مال أصلا، إيش مش شارين عشان يطلعوا رأس مالهم يربحون فيه، باعوا بأي كلام. تعرض إلى هذا الإهانة العظيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. ثم بقي امرأة العزيز تعرضت له بفتنة عظيمة، ومع ذلك استعصم وألقي في السجن، فبقي في بضعة سنين حتى أنجاه الله عز وجل، وكان من شأنه ما ذكر الله في كتابه. بعد هذا كله تمكن من إخوته، وإلا هو على خزائن الأرض ها، ويعطي الناس من التمويه والأرزاق، ولا يسمع أخوته يقولون عن أخ له إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يتهمون كان سارق. إنا لله وراجعون، على كل ما صنعوا لحد الآن مصرين. ومع ذلك لما تمكن منهم وعرف أنه هذا هو يوسف اللي أمامكم، من غيابة الجب ملقيه هناك للهلاك، وإلا به الآن على خزائن الأرض. فسألوه ماذا؟ العفو. ماذا قال لهم؟ قال لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم. لا تثريب عليكم، إيش معنى التثريب؟ يعني العتب بالكلام، لن أعاتبكم حتى كلمة. لأن بعض الناس ممكن يعفو، لكن بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ شوف أنا عفيت عنك هالمرة، أنا كان بإمكاني أمسح فيك الأرض، أنا كان بإمكاني أضربك على رأسك، أنا بإمكاني أوريك. ويسب ويشتم ولعن، ولما يطلع بقلبه وزيادة قال بس هالمرة خليتك عفيت عنك. أي عفيت عنك؟ لو ضارب أحسن لك أحسن هالكلام، هذا مو عفو. وذكر ابن ماذا يقول؟ فاصفح الصفح الجميل. ما في الصفح الجميل؟ قال هو الذي لا عتاب فيه، هذا الصفح الجميل، هذا الصفح الجميل. ومع ذلك ربنا جل وعلا أمر نبيه أن يصفح عن المشركين، تصور عن المشركين أمر الله أن يصفح عنهم. الموقف الثاني، النموذج الثاني، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوذي في الله ما لم يؤذي أحد مثله، أخرج من مكة أحب البلاد إلى الله وإلى عباده المؤمنين، واتهم في أهله، وتسلط عليه من تسلط، قتلوا أصحابه في أحد فقط قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم حمزة عم النبي عليه السلام، وشج رأسه وكسرت رباعيته، وقاتلوه في بدر وأحد والخندق، وصدوا عن المسجد الحرام في الحديبية. ولما تمكن منهم في الفتح سألوه العفو فعفى عنهم وأكرمهم وأطلقهم ومدهم، أعطى فلان 100 من الإبل وفلان 100 من الإبل، حتى بعض الأنصار احتج وقال يعطي قريشا ولا يعطينا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. يعني بالأمس كانوا مشركين وأعداء ونحن نقاتل، واليوم أعطاهم وتركنا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ ذلك، بلغه ذلك، فجمع الأنصار، قال يا معشر الأنصار فيكم من ليس منكم؟ كلكم أنصار؟ قالوا نعم، إلا ابن أخت لنا، مو من الأنصار، خوال أنصار، إلا ابن أخت لنا. قال ابن أخت القوم منهم، ما الذي بلغني عنكم يا معشر الأنصار؟ ما الذي بلغنا عنكم؟ تقولون كذا وكذا. قالوا قاله بعض صفهائنا يا رسول الله. قال يا معشر الأنصار ألم أأتيكم ضلالا فهداكم الله بي؟ كانوا مشركين، كانوا يعبدون الأصنام. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا صنع الله به، ماذا صنع الله به لهم، هداهم إلى التوحيد، إلى أن يدخلوا الجنة، يعيشوا في أبد الآبدين، إلى النجاة من النار، شيء عظيم. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قال من الله، من لله ورسوله. ألم أجدكم عالة فقراء فأغناكم الله بي؟ قال من الله ورسوله. ألم أجدكم عداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قال من الله ورسوله. قال قولوا. قال وما نقول؟ قال لو شئتم لقلتم ألم تأتينا طريدا فآويناك ونصرناك. لكن يا معشر الأنصار، ألا يرضيكم أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ميت، هذا خذ غنم وهذا خذ إبل، لكن أنتم ماذا؟ سترجعون المدينة بمن؟ هذا في حنين، سترجعون المدينة من معكم؟ ها؟ إبل ولا غنم؟ سترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ شيء عظيم. حتى توفاه الله في المدينة في بلادهم. يا معشر الأنصار، لو سلك الناس واديا أو شعبا، وسلك الأنصار واديا أو شعبا، لسلكت واديا وشعبا أنصار. شوف كيف رفع فيهم، شيء عظيم. قال له الناس كلها راحت، أنا مع الأنصار. اللهم اغفر الأنصار ولأبناء أنصار وأبناء ابن الأنصار، فغط رؤوسهم أخذ يبكون. لكن انظر ماذا صنعت قريش بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما أمن معه إلا قليل بالنسبة لمجموع قريش، عادوه سنوات طويلة. إذا عظيم، ربما ألقوا على ظهر الشريف الكريم سلى الجزور، يعني أمعاه، وعلى ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وشتموه وساحر ومجنون وفي طردوا للمدينة وجهاد وقتال، وشجوا رأسه وكسروا باعيته وقتلوا أصحابه، ولما تمكن منهم عفى عنهم صلاة ربه وسلامه. وهو عبد من عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوسف عليه السلام عبد من عباد الله، فكيف بعفو الله؟ كيف بعفو الله؟ اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. نعم، هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة والعفو. ما تواضع أحد لله إلا رفع يده. رفع عليك، راح كمل، ما عقبت على الجملة الثالثة، يلا يأتي الكلام، تفضل نقول. هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة والعفو والتواضع وبيان ثمراتها العاجلة والآجلة، وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال ومنافاة العفو للعز والتواضع للرفعة وهم غالط وظن كاذب. فالصدقة لا تنقص المال، لأنه لو فرض أنه نقص من جهة، نقص من وجه من جهة أحسن عليك. لأنه لو فرض أنه نقص من جهة فقد زاد من جهات أخر. الله أكبر. فإن الصدقة تبارك المال وتدفع عنه الآفات وتنميه، وتفتح للمتصدق من أبواب الرزق وأبواب الزيادة أمورا ما تفتح على غيره. فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟ فالصدقة لله التي في محلها لا تنفد المال قطعا، ولا تنقصه بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمشاهدات والتجربات المعلومة، هذا كله سوى مال صاحبها عند الله من الثواب الجزيل والخير والرفعة. الله أكبر. وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم فلا يتوهم منه الذل، بل هذا عين العز. فإن العز هو الرفعة عند الله وعند خلقه، مع القدرة على قهر الخصوم والأعداء. نعم. ومعلوم ما يحصل للعافي من الخير والثناء عند الخلق، وانقلاب العدو صديقا، وانقلاب الناس مع العافي، ونصرتهم له بالقول والفعل على خصمه، ومعاملة الله له من جنس عمله. فإن من عفى عن عباد الله عفى الله عنه، وكذلك المتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات. فإن الله ذكر الرفعة في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أجل ثمرات العلم والإيمان التواضع، فإنه الانقياد الكامل للحق والخضوع لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، مع التواضع لعباد الله وخفض الجناح لهم، ومراعاة الصغير والكبير والشريف والوضيع، وضد ذلك التكبر، فهو غمط الحق واحتقار الناس. وهذه الثلاثة، غمط الحق واحتقار الناس، يعني بطر الحق وغمط الناس. حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. خطير الحديث هذا، مثقال ذرة، يعني ولو شيء يسير لا يدخل الجنة. هذا من أشد أنواع الوعيد. فقال رجل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، أو قال نعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واحتقار الناس. هذا تعريف الكبر، مش أن الإنسان يلبس لبس جيد ونظيف، لا، وإنما هو رد الحق واحتقار الناس. نعم. وهذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث مقدمات صفات المحسنين. فهذا محسن في ماله، ودفع حاجة المحتاج.
والمحتاجين، وهذا محسن بالعفو عن جنايات المسيئين، وهذا محسن إليهم بحلمه وتواضعه وحسن خلقه مع الناس أجمعين. وهؤلاء قد وسعوا الناس بأخلاقهم وإحسانهم ورفعهم الله، فصار لهم المحل الأشرف بين العباد مع ما يدخر الله لهم من الثواب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله، تنبيه على حسن القصد والإخلاص لله في تواضعه. ما تواضع أحد لله، يعني التواضع خلق يجب أن يبتغى بوجه الله أيضا كسائر الأعمال. يعني قد يتواضع إنسان حتى يأخذ المال، أو حتى يستعطف الناس، أو حتى يظن الناس أنه هو المظلوم وذاك الظالم، أشياء وأشياء مقاصد، لكن لا يكون نافعا ما لم يكن هذا التواضع لمن؟ لله عز وجل. نعم. تنبيه على حسن القصد والإخلاص لله في تواضعه، لأن كثيرا من الناس قد يظهر التواضع للأغنياء ليصيب من دنياهم، أو للرؤساء لينال بسببهم مطلوبة، وقد يظهر التواضع رياء وسمعة، وكل هذه أغراض فاسدة. لا ينفع العبد إلا التواضع لله تقربا إليه وطلبا لثوابه وإحسانا إلى الخلق، فكمال الإحسان وروحه الإخلاص لله. يقول يعني: وقد يظهر التواضع رياء وسمعة. سبحان الله، الشيطان ما يترك أحدا. بعض الناس قد يلبس ثيابا رثة ليظهر للناس أنه متواضع وأنه خاشع وأنه زاهد، وإذا كان السلف يكرهون الغالي من الثياب والوضيع من الثياب. يعني مثلا احنا اليوم في مستوانا اليوم، من يلبس مثلا ملابس ما هي مكوية؟ ها، في زمن مضى، ترى انا لحقت عليه طبعا، ما تلبس مكوي الا بالمناسبة، يعني من الحبل ندخل، ده مشروع على الحبل ندخل كذي نلبسه احنا طالبين، لكن اليوم كل الناس عندها، فمو مناسب انك تلبس شيء ها غير مكوي مثلا. خليك مع الناس. إذا يتصنع الإنسان التواضع قد يكون هذا من الرياء والسمعة، يعني يشوفوني زاهد. اليوم الألبسة متوفرة جدا جدا ما سبق لها مثال، حتى أن اللجان تضع أكياس عند البيوت يقول لك إيش ملابس الزائدة المستعملة، والناس ترمي ملابس جديدة، أليس كذلك؟ لا أعلم في الكويت ماذا عندنا، أن في سوق للملابس البالية المستعملة، ترى في كثير من البلاد في أسواق للملابس إيش المستعملة، حتى بعضهم قد يكون مدرس قد يكون موظف يعني، ومع ذلك يشتري ملابس مستعملة. طيب مع هذه النعمة المتوفرة ليش الواحد يروح يلبس له شيء يتظاهر كأنه ما عنده ولا كأنه محروم؟ لما قد يكون هذا من السمعة والرياء المذموم. البس مثل ما يلبس الناس، قد يكون لباس شهرة، يعني لو واحد الآن يلبس مرقع، ما في حد يلبس مرقع مع توفر النعمة والخير. إذا تلبس مرقع أنت معناها تريد الشهرة. البس كما يلبس الناس، ماشي؟ طيب نكتب القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. نستأنف إن شاء الله يوم السبت ليلة الأحد. تفضل. يعني التقلل ما يبالغ الواحد. لا، الرسم الثياب إذا الناس كلها لابس الرسم الثياب لا تكبر تلبس أنت، بس إذا كان شيء متوفر لا تبالغ، عدم المبالغة.